السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد المتجدد لمباريات دوري ابطال افريقيا في سنة 2020. هكذا هي الأولى الصور من ملعب لومومباتشي هنا في الكونغو الديمقراطية لحظات، وسيكون الموعد مع حوار الإياب بين توبيسا مازيمبي ونادي الرجاء الرياضي، الفريق الأخضر الذي تمكن من الانتصار في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. نعم الرجاء يملك الأفضلية بالثنائية التي تحققت قبل أسبوع بمدينة الدار البيضاء. طبعا هنا صور لحظة الحركات الإحمائية بالنسبة للاعبي فريق الرجاء الرياضي. سريعا إلى ملعب مازيمبي لوبومباشي، هنا الرجاء الرياضي في تحدي جديد من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. سعد بليل الحفيظ 18، سفيان الرحيمي 21، ثم بين مارانجو واحد من المسجلين في مباراة الذهاب، إضافة إلى بدر بانولي والهدف اللي فعلا قوم الحظوظ فريق الرجاء الرياضي. متأخر وتنتظر في الخلف وتترك اللعب وتترك عن نقطة الشراسة والثنائيات اللي لازم يكون فيها شرس فريق الرجاء، بينما كورة وهنا أنس الزيتي فيها. الرجاء يريد أنه يحاول أنه يحتفي بالكرة، دي ميزة عند الرجاء بينما طريق الحفيدي. يلا جول يلا جول يلا جول يلا يا سفيان، حطها يا سفيان. يوجه اللاعبين داخل منطقة تلعب الكرة والمتابعة بعد ذلك من الدفاع. طلع الكرة خطيرة، هذه خطيرة 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 في نهاية المطاف. سند الوفا اللي يبعد عليها جمال السلامي في الحصصية التدريبية. تلعب هذه الركلة الحرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء. كرة أنس من جميع النواحي حتى يحقق مازيمبي التأهل، لأن رئيس مازيمبي يران كثيرا على هذه النسخة، ولكن إن شاء الله الرجاء يكون على قد المسؤولية. سريدا لينتظر منه مباراة بطولية. هناك عملية المراوغة، حذر يا سفيان، سفيان الرحيمي في نهاية المطاف. يا سفيان في نهاية المطاف، سفيان هو من يفتك الكرة. برافو برافو سفيان في عملية المساندة. انطلاقة سريعة من بيل مارانجو، يا بين والتحول في هذه الهجمة المرتدة. عبدين الحفيظي يلعب سريعا على الجهة اليسرى، محاولة المرور، هل فيها خطأ أم لا؟ مارانجو يطلب بوجود ركلة حرة من المخاطرة. مشاهدينا الكرام، لحسن الحظ أنا مازيمبي يخطئ على مستوى التمرير، لكن عملية التحول لازم تكون سريعة في الهجوم. هنا كرة ملعوبة بين مارانجو، يلا يبان وبان تسديدة، والحكم يعطي إشارة التنفيذ. تلعب هذه الكرة، دورك يا أنس. أنس برافو، أنس هنا بالبوكس يقطع هذه الكرة، ترجع مرة أخرى لفائدة تيبي مازيمبي. موابي حذري من التسديد، وهذه تسديدة هذا ما قلته مشاهدي الكرام. ادوار الدفاع، لان الرجاء تقريبا يدافع ب 10 لاعبين والاول ولا واحد. دعونا نتابع هذه الضربه الحره. ناس ناس ناس، والكره نزلت صعبه. الرجاء عند سفيان، عند مارانجو، كل هذه الامكانيات الهجوميه اتمنى توظيفها من طرف المدرب جمال السلامي. ها هو متولي يسلم الكره لمن يتولي، يعمل مراوغة ممتازة، متولي يرفع الكرة. اللعب الجوكر بالنسبة للمدرب جمال السلامي، لأن زريدة في الأصل هو لاعب وسط ميدان وليس ظهير أيمن، بينما خطيرة، هذه خطيرة. أنس الزيتي في المتابعة، تغطية بعد ذلك، انطلاقة، وفي خطأ وبالتالي كارت أصفر. شراسة كبيرة في الثنائيات وفي كذلك طريقة التكتل في الخلف. حذري من مثل هذه الكرات، حذري من مجال التسديد، وحذري من الفرصة هذه، زريدة دورك، دورك يا زريدة الراسية، لكن بعيدة تماما. كرة إسامة يرفع داخل المنطقة، لكن متابعة من جانب اللاعب السند الورفلي في نهاية المطاف. نعم لو تلاحظ عمر العرشون كذا، أنس يلعبها بسرعة، محسن متولي يخرج بالكرة، يلعبها هناك على الجهة اليمنى، هذه صعبة، هذه الكرة صعبة على دفاع فريقي مازيمبي، يفقد التوازن ولعب زريدة. تسجل هدف يعني تقريبا تقضي ذهنيا على فريقك المنافس، وهذا ما فعله فريق الأهلي قبل حين عندما سجل هدف هناك في بريتوريا. لا لا لا، لا تترك المجال للتسديدة يا
أنس برافو يا أنس يا أنس يا أنس 10 على 10 في أنس رايا أنس رايا في ثاني تصدي بهذه الكيفية. لأن قلت مازيمبي الآن يختار حل التسديد بينما هذه كرة صعبة كرة صعبة واحدة اثنين حذاري ولدنا بينما نعيش الدقيقة الثانية والأربعين. شوف الإعادة مجددا هكذا وحل مازيمبي لم يجدوا الحلول في الأمر وبالتالي هنا وجدوا الحل في التسديد. يتم استلامة من طرف اللاعب كوفي يرفع زريدة أنت الأول أنت الأول يا زريدة في خطأ في خطأ في خطأ نعم واضح واضح من جانب اللاعب موريكا نعم. إذن سلامات يا زريدة قال الحكم يقول فيه لمسة يد نعم كان فيه لمسة يد في اللقطة الماضية تلعب الكرة بسرعة كان فيه تسرع الحصن حظ أن مازيمبي كان متسرع في اللقطة الماضية والحكم أوه غريب الحكم أعطاه ركلة حرة مسك بالكرة وتقدم إلى الأمام توصل هنا الجهة اليسرى تشيبانغو تشيبانغو لكن تدخل من بدر ممتاز تمركز بدر كان رايع وسط الكرة إلى الجهة اليسرى دائما لعناصر نادي مازيمبي العرضية روش بهذه الكرة لعبها إلى الحفيدي شوف الحفيدي والدورة الدفاعي الحفيدي والدورة الدفاعي ودرجة لتعليمات المدرب العرضية خطيرة الحمد لله مرت سالم نادي التي وقع فيها طبعا هنا حالة سو موجودة هنا حالة سو موجودة في محور الدفاع خرج بالكرة يلعب لي نقومة نقومة بالرأس الحفيدي لمن يا الحفيدي يحاول أنه يوصلها باملاك تيسيما يعلن على نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين شكرا لكم على المتابعة ألقاكم إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني الحكم يصفر ركلة حرة سفيان الرحيمي موجود في أرضية الميدان نعم اليسرى كما يفعل الآن حميدة حداد هذه العرضية تدخل في نهاية المطاف من طرف محمد زريدة أنس أخرج أنس في نهاية المطاف من يؤمن الكرة هو سند الورف اللي يتركها في نهاية الأمر لأنس زنيتين تمريرة ناحية سفيان الرحيم إلى استلام من سفيان يلزم المساندة تأتي بهذه الكيفية العرضية من حميدة حداد بعيدة تماما حميدة حداد يبقى في الخلف هذه خطيرة خطيرة وأنس 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 وهدف أول اللاعبي الراجع في هذه اللحظات شوف هنا تصرفات غير مقبولة من لاعبي فريق مازيمبي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعني أنا لا أفهم الحكم تيسيما لا يوجه الإنذارات هذا الهدف يحمس أكثر ويحفز أكثر للبحث يعني ثاني شوف الإعادة هنا الغلطة في التموضع من جانب زريدة في مصلحتي أن يبقى مدافعا ومتكتلا في الخلف هذه كرة وبدر بنون في نهاية المطاف زريدة ماذا يفعل زريدة ماذا يفعل عمر العرجون إذا نترقب نتمنى تمر سالمة يا أنس يا سنيتي والجدار الحكم يعطي إشارة تلعب هذه الكرة مرة جانبية لفائدة فريق مازيمبي النسق بدأ يرتفع في هذه اللحظات ونقطة التحول هي الهدف هذه خطيرة وصعبة لحسن الحظ اللاعب الكونغوري يرفع كرة سفيان هذه الكرة رجوي هذه كرة وحميدي سددها ولو سجل سفيان ولو سجل كذلك بين مارانغو تلقى من سفيان هو رحيمي حول المرور عندك يا رحيمي غير معقول يا رحيمي لحظتي الحاسمة والفارقة تضيع اليوم القرارات ومع القرارات الغير صائبة تضيع مع الأهداف انطلاقة من تشيبانغو مع زريدة ممتاز يا زريدة في قضاء هذه الكرة لكن يغطي عليه فابريس بمساندة من حميد هذه العرضية يلمس أنس أملا نحو المرور إلى الدور النصف النهائي تشامبيونز ليج بينما لدينا فرصة واحدة فرصة رأي أنس تدخل من أروع ما يكون رأي يقوم بأنس سنيتي في هذه المباراة أسد يا أنس يا سنيتي الحكم يمنح ركنية لفائدة مازيمبي تلعب للركنية يا سلام على الارتقاء تشونغو خرج في الوقت المناسب ملعب الكرة بسرعة أنس الحكم ماذا يقول والحكم يتجه لنقطة الجزاء مع الأسف ومنكمشا في الخلف أمام مازيمبي مندفع منذ بداية الجولة الثانية شوف الإعادة موريكا يسعد لتنفيذ ركلة الجزاء كورتك يا أنس ممتاز وقلت عندي يقين في أنس
وإن شاء الله تواصل الصمود يا ناس. يا عيني عليك يا ناس، عيني عليك باردة يا ناس. وجابها أناس وتصدانا أناس بطريقة الحراس الكبار. ثانية والسبعين من عمر المباراة. يلا 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 يا نناح، نناح هذه الكرة لمن يا نناح؟ لازال يحتفي بها، لازال يحتفي بها نناح. هل يدخل هنا؟ يمرر كرة ناحية لاعب حميد، حميد حداد يرفعها في اتجاه لاعب نناح، تصل رشاوية ومحسم يتولي الحكم صفر خطأ. ناحية الخطيرة تشيبانغو يخرج له اللاعب زريدة، وتشيبانغو تمشي مرة أخرى. مبوطو مبوطو لمن؟ امبوطو التعطي من محسن متولي. السلام هنا زريدة يمرر لنناح، نناح للسد. نناح ماذا سيفعل؟ نناح يلعب كرة لحميد وسفيان رحيمي لكن بعيدة، وهذا صعب، هذا صعب جدا. الكرة هنا في العمق لأن مازيمبي صار يخترق العمق في هذه اللحظات، لكن التعطية رائعة من عمر. برافو العلامة الكاملة عمر العرجولي، يتحول إلى مدافع أوسط ثالث إلى جانب بدر بنون للفريق الكونغولي. حتى الآن تمشي كرة في ظهر المدافعين. هاي الكرة الصعبة، الكرة الصعبة العرضية. أنس أنس على مرتين في خطأ، في خطأ، في خطأ وفي إنذار. أنس أدري لماذا باملاك تسيما لا يخرج البطاقة الصفراء. مشي للقائم الثاني وزريد على القائم الأول، تلعب هذه الركنية. أنس 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 أنس، نعم أنت الأول يا أنس، برافو أنت الأول يا أنس. يعني في لحظة من اللحظات تشعر بأنس واقف وحده أمامهم. رومر وينك يا فابريس، وينك يا فابريس؟ الكرة العرضية أنس أزنيتي فيها المتابعة. شوف اللاعب الكونغولي وسط ثلاث لاعبين. لاعب امبوطو، امبوطو لمن؟ امبوطو يعيد لمنتصف في الميدان. حذر من التسديد، حذر من التسديد، هذه تسديد انس رايا. تغيير في هذه اللحظات، عبد الجليل شبيرة والنزعة الدفاعية دائما يا جمال يا السلامي. الى المنطقة محاولة الاختراق، رد بالك يا زريدة، رد بالك يا زريدة. ياتي سفيان الرحيمي للمساندة، مرفوع الكرة. انس انس يخرج رايا. الكرة على جيلوس راكالابا وتسديده رأي أنس. الله يا أنس، نصر نصر رجاوي بحق، نصر رجاوي بحق هذه العرضية. وأنس يتابعها. كرتكم هاي هجمتكم، هاي كرتكم، هاي هجمتكم. حميد حداد ينطلق مع سفيان، سفيان الرحيمي. سفيان ماذا سيفعل؟ سفيان يرفع هذه الكرة ورجاوية نناح، فرصة اضرب صد. الكبول الذي انقذ الموقف. الرجا يضيع ما لا يضيع، الرجا يضيع ما لا يضيع. نناح يسلم هذه الكره، يلعب الثنائيه، تمشي مره اخرى ناحيه لاعب موابي المرتدى. يلا المساحات الان، المساحات عندكم والمجال عندكم والفرصه عندكم. هو جول، هو جول، هو جول، هو جول. الحكم يقول فيها وضعية التسلل على حميد حداد. حصل هذه مازيمبي المراوغه العرضيه ممكن. خطيره، مرت سالمه، مرت سالمه على انس. هناك هيا الاعاده، يغني يعني غريب، غريب المخرج جاب اعاده مازيمبي ولم ياتي باعاده جول حميد حداد قبل حين. اليسرى نناح، نناح يمر، نناح يمر، لازم المسانده نناح. نناح يعيد الكره للخلف. يلا يا شباب، لم يتبقى الكثير، لم يتبقى الكثير. الرجاء قريب جدا من التاهل للدور النصف النهائي. الكره توصل على الجهه اليسرى لعناصر فريق الرجاء. هنا منقوله في منتصف في الميدان. الرجاء عند الافضليه والرجاء عند الرغبه الان للذهاب الى مرمى كبو. بدر بنون رائع، رائع هذه الثقه وهذا التركيز وهذا التبادل الكروي. سفيان الرحيمي يلعب الكره لحامل الكره في نهايه المطاف. راقب يا فابريس، تابع يا فابريس. اقوى انس، لم تخيب ظني يا انس يا زنيتي، كنت في الموعد يا انس. مباراه بطوليه يا انس، جابها أناس، حققها أناس، لم تخيب ظني يا أناس. قلت بأنك ستقدم مباراة كبيرة يا أناس.